صروح ضخمة في متحف الصيد في باريس من إبداع الفنانة إيفا جوسبا. هذا النفق مثلاً بارتفاع 4 أمتار وطول 6 أمتار، لكن ليس الحجم وحده فقط ما يميزه، بل المادة غير المألوفة المستخدمة في بنائه، إنها الورق المقوى أو الكرتون. كنت أرغب في صنع تراكيب أكبر حجماً، وكان الكرتون هو الحل الأمثل، فهو متوفر في كل مكان وبكثرة، وإذا لم يعجبني ما صنعت يمكنني تمزيق كل شيء والبدء من جديد. الكرتون ليس مناسباً فحسب، بل وقابلاً للتشكيل أيضاً. غالباً ما يصعب التعرف على الكرتون في النهاية، فالعناصر المزخرفة بتقنية التفريغ تقارب بشكلها المناظر الطبيعية أو أغصان الأشجار. أجد هذه المادة الرخيصة جذابة جداً، وكلما زاد عملي بها اكتشفت طرقاً أكثر لمعالجتها. منتجاتها بالأحجام الكبيرة تصنعها مع فريقها الفني في استوديو عملها الكبير في باريس. استغرق عملهم في النفق 4 أشهر. أنا أهتم بالعمل ككل، من أصغر التفاصيل وحتى السطوح الخارجية الخشنة. يعجبني هذا المزيج من الخشونة والحساسية، لأنهما أمران لا يتم الربط بينهما عادة. درست جوسبا الفن في باريس، وأقامت لمدة عام في أكاديمية فيلا ميديتشي للفنون في روما. منذ 14 عاماً والفرنسية ابنة 46 عاماً متخصصة في استخدام الكرتون. تدور أعمال معرضها الثاني المقام حالياً في متحف الانطباعية في جوفاني شمال باريس أيضاً حول موضوعها المفضل، إنه الطبيعة بكل تنوعها، الصخور والمغارات والكهوف، ودائماً وأبداً الغابة. من ضمن الأعمال المعروضة في جوفاني أيضاً جزء صغير من عمل آخر ضخم نفذته في صيف عام 2021 في إطار عرض الأزياء الراقية الخاص بدار ديو، حيث قامت بالتطريز الحريري على مساحة 350 متراً مربعاً، وكانت جوسبا هي صاحبة الفكرة. كان التعاون مع كيوري المصممة بدار أزياء ديور شيئاً مميزاً للغاية، لقد مكنتني من تحقيق حلمي. سواء أتعلق الأمر بالحرير أو الكرتون، أعمال إيفا جوسبا الاستثنائية تبهر المشاهد. غير تقليدية على الإطلاق، تشبه الأشعار. تعجبني كيفية ارتباط كل شيء ببعضه، كل النباتات في الخارج بأغصانها وفروعها وفي داخل المجسمات. حالياً تشتغل جوسبا على مشروع أكبر، حيث ستزين واجهات منازل بأكملها في الضواحي الباريسية، لكنها لا تريد الكشف عما إذا كانت ستستخدم الكرتون أم لا.